البلاصه هادي عامره بالشرك ديال الله سبحانه وتعالى. شوفوا المسلمين في مسلم، هل يعقل ان الجن يكون مدفون هنا؟ وباش شافوا وباش عرفوا انه مدفون هنا؟ الجن ما كيبانش لنا حتى هو حي، عادي يبان لنا هو ميت. لو كان الجن هذاك راه الدنيا عامره كلها بالمقبره ديال الجن، ماشي غير شمارش بوحده اللي كاين. حسبنا الله ونعم الوكيل. هذا فيديو من واحد البلاصه مورا الليل سميتها شمارش. هل يعقل في بلاد المسلمين تحت راية التوحيد يكون فيها هذا الشيء؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. كيف تفعل هذا؟ هذا شي جدبة. الجن، الجن تيخدم معنا. الجن يخدم. الجن هو اللي يحميك من أي حاجة، من الحديد ومن كل شيء. أيوا. خدموا بأي حاجة ونحضروا ونجذبوا. نديروا أي حاجة ما نشعروش. لو أتى وقت الجدبة الآن. لا أتى وقت الجدبة وندبيها. تندبحوا له. تخدم معنا. تذبح لمين؟ العفريت اللي عندنا. أي شو اسمه هو؟ سموه حمو. 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 أيوا. أين حمو؟ أين ميمون؟ اسم هاروش. كيف تطلب منه المساعده؟ تندير لهم صغارهم، تنبح لهم، تنبخر لهم، تندير لهم الاسغال ديالهم بالتواخيره ديالهم بالبخور ديالهم، ندير لهم الذبيحه ديالهم اللام اللام. يعني الان بدون معاونه من حمولك ما تستطيع تدخل المسامير ولا تاكل؟ كل شيء عندي سهل. كل شيء مساعدني فيه. وانت تساعد الناس عن طريق حمو؟ نساعدهم انا اللي مريت نسرعوا. اللي فيه الجن نسرعوا. تسرعوا؟ اي عندي المسمع. في احد هنا فيه جن؟ تسرع ليش؟ فيه جن هنا؟ كلم مريض، كلم مريض. اي كلم مريض. هادو ما فيهم حتى واحد الجن. كلهم ولا واحد فيهم؟ هذه هذه فيها جن؟ هذه فيها عائشة. هذه يا عائشة. مين عائشة؟ عائشة هاي جنية. ايوه. هي اللي دابا تيزوروا. ايوه، يعني الناس كلهم الان هنا. كلهم تيزوروا لالا عائشة. يزوروا الجنية عائشة. عائشة جنية. عائشة مرجع. ايوه. جنية. عائشة حمدوشية. عائشة حمدوشية. حمدوشية. جنية هذه جنية. كيضربوا الكلات. كان اللي يجي انا مريض. كان اللي خلى ما حلو. كان اللي خلى المال. كان اللي خلى الورثة. كان اللي خلى طموح الدنيا. كيزور هنا. إلا ما جاش كيمرض. كيمرض. عندهم مرة في العام في عيد الميلود. اللي كيذبح كيرتاح. ولا ما ذبحش. كيمرض. طيب. كيمرض بعد أمر. بعد ما تذبح. واخا يمشي السبيطار. ما يدوري والو. طيب بعد ما تذبح اين تذهب بالذبيحه؟ كيقول لا اله الا الله. اين تذهب بها؟ كاينه عائشه. ايوه. كاينه عائشه السودانيه. كاينه عائشه حمدوشيه. كاينه عائشه ديال مولاد المرجى. كاينه عائشه مولاد الويداد. نعم. وكل اش كيذبح؟ اين هز؟ كان اللي كيذبح شي ذبيحه كبيره. كيولي بخير. كان اللي كيذبح دجاجه. كيولي شويه بخير. كان اللي كيذبح حوليه كيرتاح كيولي بخير. كان اللي كيذبح العتروس كيولي بخير. واش دابا كنطلبوا الله الله يشافينا. وهذه تجيك اذا اتتك الجدبه. اذا انا ولد 18 عام 19 عام وانا في هذا الحال وانا مريض. مع هذه الكلمات نختم هذا اللقاء، ويبقى الحكم فيها للمثقفين والمفكرين في المغرب لبيان هذه الظاهرة وأبعادها. السؤال ديالي متعلق بالتهديد ولا بالتحدي المتعلق بانتشار الزوايا بلاتي الاذرحه اللي كتنشر وبلاتي غادي حوايج اللي لا علاقه لها بالدين. كاننا الان كنقلبوا الايه. الزوايا هي جزء من التراث الروحي الديني للمغاربه، بل هي اللي بنات روحانيه المغاربه، وهي من الحصون ديال المغاربة ضد كل الانحرافات الخلقية والعقدية والمذهبية. لذلك لابد من العناية بها، لابد من إعادة دورها في سياقه الحالي، وهذا
ما تعمل عليه المملكة المغربية، وإن كان لحد الآن لا تقدم لهذه الزوايا أي معونة فيها. جاهدنا ما كنا فوق المستوى، جاهدنا ما كنا فوق المستوى. هي جزء من التراث الروحي الديني. الزوايا هي جزء من التراث الروحي الديني للمغاربة. شيخه يقول له: والله لا يكونن لك شأن عظيم. قالها 3 مرات، ثم قال: والله لا تكونن جامعا بين الشريعة والحقيقة، رضي الله عنهم أجمعين. ومن ذلك ما أخبر به سيد عيسى الودراسي، قال: رأيت في المنام قائلا يقول لي: الليلة أعطي سيد أحمد بن عجيبة رضي الله عنه التصرف في الكون. ومن ذلك ما قاله الحاج الزكامي: رأيت مولاي العرب الدرقاوي وهو يقول: ها نحن ألبسنا صاحبك سيدي أحمد. الزوايا هي جزء من التراث الروحي الديني. أين دفن الرسول صلى الله عليه وسلم؟ دفن في مكة في جبل جبل أحد. أين دفن الرسول صلى الله عليه وسلم؟ دفن في مكة المكرمة. من بلاصة مكة؟ ومكان مقدس هو معروف، ولكن الاسم ديالو بالضبط مسر. 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 أين دفن الرسول صلى الله عليه وسلم؟ الرسول صلى الله عليه وسلم ما متأكدش من هذه المعلومة، ولكن نقدر نقول لك مكة المكرمة. أين دفن الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ما في مكة. ما عرفتش السؤال. ما فهمتش. فين مدفون الرسول صلى الله عليه وسلم؟ والله ما عرفت. ما عرفتش كذا صعيبة شوي. سعودية. فين بلاصة؟ ما عرفتش بالضبط. مهم عارف بأن في السعودية في الجزيرة العربية. أين دفن الرسول صلى الله عليه وسلم؟ على ما أظن المدينة. على ما أظن. في منطقة عين دياب بالدار البيضاء فتحت مؤخرا قنطرة توصل إلى ضريح سيدي عبد الرحمن الذي كان يتوافد عليه العديد من الزوار في ظروف تنقل غير ملائمة. روبورتاج حمزة الترباوي ومحمد محرش. ضريح سيدي عبد الرحمن جزيرة الأساطير الضاربة بجذورها في الثقافة البيضاوية والمغربية، ربطها مؤخرا جسر بساحل دار البيضاء. ونختم الظهيرة من بركان. الليلة الكبرى في مداغ لم تخرج عن الأجواء المألوفة، ذكر وسماع ومدح في خير البرية وسيد الأنام المصطفى عليه الصلاة والسلام. أتبع الزاوية البوتشيشية بالألاف حج إلى قرية مداغ. تابع الليلة الكبرى عبد الحميد مرابط وسعيد النجاري. بذكر الله تعالى ومدح خير البرية الذي أشرقت بمولده الأكوان، أحيت الطريقة البوتشيشية بقرية مداغ بضواحي بركان عيد المولد النبوي الشريف، احتفال يستحضر السيرة العطرة للرسول الأكرم وقيم العدل والمحبة التي جاءت بها رسالة الإسلام.
هو احتفال واحتفاء بخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه كان قرآنا يمشي فوق الأرض، وكذلك في كل سنة وفي اليوم السابع لذكرى المولد النبوي الشريف تقام في قبيلة الحرائق وفيفي بإقليم شفشاون ذكرى مولد سيدي علال الحاج. الذكرى السنوية تحيا من طرف جمعية المدرسة العتيقة والحضرة البقالية بتنظيم مهرجان وطني تتخلل عدة طقوس دينية وتراثية. إلى أجواء الاحتفالات هذه السنة ينقلنا روبورتاج فن شاكر العلوي ومحمد علي زريح. الصور هي للمهرجان الوطني لموسم الولي الصالح سيدي علال الحاج بجماعة فيفي إقليم شفشاون، حيث الاحتفال بسابع أيام عيد المولد النبوي الشريف تسهر عليه كل سنة جمعية المدرسة العتيقة والحضرة البقالية بدوار الحرائق وفق طقوس مميزة. كانت هذه الزاوية عاصمة غزاوة العليا، وكان سيدي علال الحاج من رجال المقاومين للاستعمار على هذه مستوى منطقة شفشاون. وهذا الموسم كما تلاحظون مستمر سنة ويحيي ليلة السابع مولد النبوي، ويكون من أكبر مهرجان. في الرؤى سر